نحن الآن موجودون في ساحة تدريب نادي لامبيدوزا، وهو نادي كرة قدم قامت بتأسيسه مجموعة لامبيدوزا في هامبورغ. هو موجود منذ أكثر من 3 سنوات ويتم التدريب من قبل 6 نساء. نريد في البداية أن نقدم لكل اللاجئين وعلى الأخص الرجال الذين أتوا إلى هامبورغ فرصة ممارسة كرة القدم، لكننا نريد تقديم أشياء أخرى أكثر مما يقدمه نادي عادي إضافة إلى ذلك، فنحن نريد لفت الانتباه كيف يعيش الإنسان هنا كلاجئ، ونريد أن نقدم إلى كل اللاجئين مهما كانت المدة التي يقيمون فيها في هامبورغ ومن أي مكان أتوا فرصة ممارسة كرة القدم. نحن لا نقيم عرضا مفتوحا لكرة القدم حيث يذهب المرء مرة ما ولا يحضر في الأسبوع القادم أو أن يحضر بعد 6 أسابيع مرة ثانية. نحن لسنا كذلك نادي كرة قدم بالمعنى الصحيح، حيث يجب أن يكون الشخص عضوا فيه وعليه أن يطلب بطاقة لعيب. نحن فريق كرة قدم حقيقي يتدرب ويلعب دائما، ويستطيع كل مغترب واللاجئ اعتبارا من سنة 16 يشاركنا. بالطبع هناك ناس يأتون إلينا ولا يعلم أحد إلى متى يستطيعون البقاء هنا، هذا يعني أنه غير مهم لنا إذا كان لديهم أوراقا أو أيات أوراق لديهم. نحن نحاول وبأقصى نوادي كرة قدم أخرى أن تكون أبوابنا مفتوحة لأشخاص ليس لديهم في هامبورغ سوى 3 أسابيع لكي يستطيعوا قضاء وقت جميل على قدر الإمكان. إن كرة القدم بالنسبة لنا ليست فقط ممارسة لعبة كرة القدم، إن كرة القدم لنا هي ولع، ونحن نعتقد أنه من خلال كرة القدم يمكن تغيير العالم قليلا. لقد ربحنا كثيرا من الأصدقاء في فريقنا، إن مدربيننا هم بالفعل جيدين ولائقين ولطيفين، هم يحاولون أن يدربوننا بشكل جيد، وإنني حقيقة سعيد لأننا أستطيع أن ألعب معهم كرة قدم. في الحقيقة إنه لشيء جميل، فإن المرء يشعر من الناحية الرياضية وشخصية بالسعادة مع المدربات واللاجئين الآخرين. إنه جو جميل يجعل المرء يلعب بالسرور مع الشباب ويشعر بالسعادة. إنني أرحب باللاجئين الجدد الذين أتوا إلى هامبورغ أو إلى ألمانيا، ومن كان يمارس الرياضة من قبل فإنه سيبحث هنا عن فرصة لممارسة الرياضة. وتوجد فرص كثيرة هنا في هامبورغ، وأحدهم هي فريقنا نادي لامبيدوزا. أحسن طريق إلينا هو إرسال رسالة إلكترونية fc.lampedusa@gmx.de أو عن طريق قنوات الاتصال لنادي فيسبوك لامبيدوزا هامبورغ وإرسال رسالة. بالنسبة لمن هو حديث في هامبورغ ولكل من يريد الحضور إلى ألمانيا، فإنني أنصح بنا كل اللاجئين. كل شيء واضح، هذه هي رسالتك. نعم، هذه رسالتي. حينما يأتي المرء إلى ألمانيا فهناك فرص كثيرة. نادي لامبيدوزا هامبورغ، إنك هنا لكي تلعب. نادي لامبيدوزا هامبورغ، من أجل أن تبقى هنا.